بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الثالثة من حلقات الفيزياء ومع سرعة انتشار الموج وآخر حصة في الفصل الأول. سرعة انتشار الموج، دلوقتي أنا لو عايز أحسب سرعة جسم، لو عايز أحسب سرعة جسم بقسم المسافة اللي قطعها الجسم ده على الزمن عشان أجيب المسافة اللي بتقطعها كل سنة. طب لو عندي موجة وعايز اشوف الموجه دي سريعه ولا بطيئه واقيس سرعتها، انا عايز اقيس المسافه اللي هتقطعها الموجه كل ثانيه. لما تيجي نشوف كده، ده حوض اسمه حوض الموجات، بنكون فيه موجات اللي هي عباره عن موجات سطح الماء. طبعا بيبقى فيه ملون عشان خاطر يوضح الصوره، وديت بالكهرباء بيشتغل زي ما حضرتك شفت كده، من هنا كده في متذبذب بيدفع وبيسحب وهكذا. وممكن حضرتك تعملها في البيت بطريقة بسيطة جدا، تجيب الحوض اللي انت شايفه ده وتجيب لوح خشبي مثبت من اسفل، وبعدين تبدأ تحركه يمينا ويسارا، هيعمل ايه؟ الموجات. لو احنا افترضنا ان احنا خدنا الموجة عند لحظة معينة، لحظة زي الموضحة قدامك، المسافة من هنا قمة، وبعدين قست الزمن اللي هتستغرقه علشان أوصل من هنا لهنا، المسافة ديت مسافة، يبقى الاضطراب عشان يجي من هنا يوصل لهنا استغرق مسافة، المسافة ديت استغرقها في زمن معين، يعني قطعها في زمن معين، المسافة ديت أهي قطعها في زمن معين. لو قسمنا المسافة ديت على الزمن هيبقى اسمها سرعة انتشار الموجة. يبقى ال v تساوي x على v x على t، حيث ال x هي المسافة اللي هتقطعها الموجة وال t التايم أو الزمن. سرعة انتشار الموجة هي النسبة ما بين الطول الموجي إلى الزمن الدوري. سرعة انتشار الموجة هي حاصل ضرب الطول الموجي في التردد. انت جبت ده منين يا مستر؟ معلش كده بالراحه وتعالوا نمشيها سنه سنه. لما يكون ال v بتساوي x على t، مش ال x ديت هي عباره عن مسافه، يعني اقدر اكتب ان ال x بتساوي n في لندن، وال t عباره عن n في t، ويتشطبوا مع ايه؟ مع بعض، يبقى لندن على t وواحد على t مقلوب النيو، وهنثبتها بالراحه كده. فسرعه الموجه دي عبارة عن المسافة اللي بتقطعها الموجة كل ثانية وفي اتجاه معين، لأن السرعة كمية متجهة، أو هي خارج قسمة أو حاصل قسمة الطول الموجي على الزمن الدوري، أو سرعة الموجة هي حاصل ضرب الطول الموجي في التردد. في بتساوي لامدا في نيو، دي علاقة عامة لانتشار جميع أنواع الموجات سواء كانت نبضة واحدة أو حتى قطارا من الموجات. إيه النبضة الواحدة ديت؟ ممكن تحرك إيدك لفوق وتسيبها فتنتشر نبضة في اتجاه واحد، هي إيه؟ عبارة عن نبضة مشيت وما اتكررتش. إنما لو قعدت تشيل إيه؟ يعني إيه تحصل بقى تكرار تكرار تكرار، ده اسمه قطار من الموجات. زي ما أنت شايف كده، ده إيه؟ قطار من الموجات. هنجيب ملف زنبرجي معلق فيه سفن، وهنربط حبل، الحبل ده عند نقطة الأصل أهو. وبعدين بمجرد ما السكر ده يبدا يتحرك لا اعلى ولا ايه؟ ولا اسفل، فان الموجه دي هتستغرق مسافه قدرها اكس، وبالتالي لو موجه واحده هتبقى المسافه بتاعتها لامدا والزمن تي، يعني لامدا وعندك الواحد على تي اللي هي نيو. طبعا يا اولاد ما ننساش كلنا دي، بربط لك يعني ثلاث حاجات لازم نكون عارفينهم كلنا. ايه هم؟ الاسئله لما هتجيلنا يا اولاد هتكلمنا عن احسب سرعه الموجه. وقت انا عندي ثلاث قوانين، اما الفي بتساوي اكس على تي لو اداني مسافه وزمن، او لامدا على تي كابيتال لو ادانا الطول الموجي والزمن الدوري، او لامدا في نيو اللي هو الطول الموجي في التردد. طب افرض انه كان مدينا اكتر من موجه ومدينا المسافه بتاعتهم، عادي ما انت ممكن تحسب الطول الموجي من هنا. طب مدينا الزمن الدوري، طب ما الزمن الدوري تي على ان، طب نيو ان على تي على زمن، وده احنا درسناه قبل كده. تعالوا نخش على طول في الاسئله، وبدانا على طول باسئله حلوه اللي هو استرشادي 2019.
جسم تردده، تعال ناخد الجبن ده والمطاط بتاعتي، التردد هنا كام؟ 100 هرتز. يصدر موجة تنتشر في الهواء بسرعة 320. احسب الطول الموجة تساوي في على نيو اللي هي 320 على 100، 3.2. الله، كده الطول الموجي حسبناه في خطوة واحدة، ما فيش عندي أي مشكلة. طب تعال نشوف بيقول إيه. بقول شكر النغمة تنتقل خلالها نغمة ترددها 50 هرتز، يعني ناخد الشكر النغمة ونهزها تعمل لي نغمة ترددها 50 إيه هرتز، وطولها الموجة 40 سم. فإن سرعة هذه الموجة، فأدي ألف فأدي ب فأدي ج فأدي د. تعالى يا معلم، أدي النيو 50، ادي الطول الموجي 40، عايز الفي بتساوي البوزيشن مارك اهوت، احنا عايزين نعرف السرعه. واضح يا اولاد ان الفي بتساوي لندا في نيو، اضرب ال 50 في 4 من 10 هيطلع 20، والطبيعي ان هي 20، يبقى الف 20 متر على الثانيه. طيب مفيش مسائل اعلى من كده. تعال شوف المقال 22 اللي هو السنه اللي قبل فاتت، بيقول الشكل الذي امامك يوضح جسم مهتز يعمل 240 ذبذبه كامله في زمن قدره 6 من 10 ثانيه. احسب التردد واحسب سرعه الموجه المتكونه، بس ما تنساش ان هو مدينا المسافه بين ادي قمه 2 3 من القمه الاولى والثالثه 4 متر. اعمل ايه؟ بص بقى، تعالى ناخد المعطيات، هتلاقي 250 ذبذبة والزمن 6 من 10 ثانية، تردد مطلوب، السرعة مطلوب، الطول الموجي طبعا لو بصيت هتلاقي ان الموجتين 4 متر. طبعا ممكن تقول اللمدة بتساوي اكس على ان، وبالتالي اللمدة هتساوي 2 متر. نيو بتساوي ان على تي، 42 على 6 من 10 اللي هي 400. طب في بتساوي لندا في نيو، 2 في 200 800. كده انا حسبت سرعه الموجه وحسبت كمان التردد، يبقى ا طلعت وب طلعت. انتقلت موجة صوتية، بص على السؤال ده، السؤال ده كويس جدا. انتقلت موجة صوتية من الهواء إلى الحديد، فإذا كانت النسبة بين سرعة الصوت في الهواء وسرعته في الحديد 3 على 144، وكان طول الموجة الصوتية في الهواء 57.6 سم، فإن طول الموجة الصوتية في الحديد اختر. يلا يا اولاد نطلع المعطيات زي ما احنا متعودين ونشوف المعطيات هتطلع ازاي. انتقلت موجه صوتيه من الهواء الى الحديد، فاذا كانت النسبه بين سرعه الصوت في الهواء وسرعته في الحديد، الله، ده مدينا هنا نسبه في هواء على في حديد ب 3 على كام؟ 44، ومدينا طول الموجه الصوتيه في الهواء 57.6 سم، عايز الطول الموجي. هو مش في حديد على في هواء على حديد بيساوي لمدة هواء على حديد، للسبب لأن الموجة إذا انتقلت بين وسطين فإن التردد لا يتغير. النسبة عندنا ولمدة للحديد عندنا، نعرف لمدة للهواء عندنا، يعني الطول الموجي له في الهواء عندنا، نعرف نطلع لمدة حديد؟ آه طبعًا، هتطلع 844 و 8 من 10 سنتي. سؤال من الأسئلة الجميلة اللي قدامنا، مصدر S يحدث موجات مائية بسرعة 60 ملي متر على الثانية لتصل إلى حافة على بعد 45 ملي متر كما بالشكل، فإن تردد طول الموجة. طبعا يا أولاد لو بصينا على الرسم هنلاقي من المصدر لرقم واحد، ادي بنتكلم في قمه ويعني قاع قمه، يعني بنتكلم على المصدر الموجه اهو، وادي قمه وادي قاع، يبقى دي كده نتكلم في موجه، وبعدين ادي اتنين
وبعدين ادي 3، تمام؟ يعني من الاخر كده، من بعد المصدر عد الخطوط الدوائر اللي هي مش هينفع نعد ديت، ومش هينفع نعد ديت، لان الموجه في الحاله دي هتبقى سقطت وبتبدا ايه؟ تنعكس بقى، هتبدا تنعكس كده، تمام؟ فالموجات الكامله اللي عندي اللي هي دول. حلو، يبقى دول الثلاث موجات، وهي دي فكره السؤال ده، ان انت تقدر تعد النمبر هنا ويطلع بكام؟ ب3. طب ما تيجي نحل بقى. يلا هات لي الفيلوسيتي او السرعه 60 ملم على الثانيه، ادي المسافه، عايز الفريكونسي او التردد، وبنتكلم في الويف لينث او اللامدا. طيب اللامدا بتساوي اكس على ان، 45 على 3 فيها 15 ملم، 15 ملم كده. انا طلعت مين كده من الاكس؟ طلعنا اللامدا. طب الفي بتساوي او النيو بتساوي في على لامدا. حلو، الفي بكام؟ النيو هتساوي في على لامدا، الفي ب 60 ملي متر على الثانيه، وال 45 اللي هو الطول الموجي برضو بنتكلم في اني يعني 45 ملي متر. طالما الوحدات كلها بالملي متر، نقدر نشطب الملي متر مع الملي متر، هتبقى المقامك بثانيه، يبقى بنتكلم في 4 هرتز. ومن هنا يبقى الاختيار رقم ألف اللي هو الصحيح. تعالوا يا أولاد نتكلم في انتشار موجة بين وسطين إذا انتقلت موجة بين وسطين من وسط لآخر. لازم تعرف إن تردد الموجة يعتمد على المصدر. طب المصدر هنا ما اتغيرش. مصدر ما اتغيرش، يعني إيه المصدر ما اتغيرش يا مستر؟ يعني معلش أنا معايا قلم ليزر، يعني بيطلع أشعة ليزر، وبعدين الشعاع انتقل من الهواء للميه كده، بعمل تجربه. هو السؤال بقى يعني الكل، يعني هو انا غيرت قلم الليزر اللي في ايدي؟ انا ما غيرتش السؤال، ما غيرتش الايه، ما غيرتش قلم الليزر اللي في ايدي، تمام؟ طب ما غيرتش قلم الليزر، هيتغير منين الايه التردد؟ هو المصدر زي ما هو، انما لو شلت القلم الليزر وجبت قلم مكانه خلاص الوضع اختلف. في بتساوي لامدا في نيو، ده ثابت، ده طردي، طول الموجة يتغير، سرعة الموجة تتغير. يعني يا اولاد لازم نكون عارفين ان الطول الموجي وسرعة الموجة هيتغيروا، يبقى تناسبهم طردي مع بعض. يعني ايه؟ يعني لو قال لي مثلا زاد تردد المصدر للضعف، زاد طول الموجي للضعف بسبب الانتقال، او قل للنصف، اللي بينطبق على الطول الموجي بينطبق على سرعه الموجه. يعني السرعه قلت للنص يبقى الطول الموجي هيقل للنص. طب زادت تزيد بنفس النسبه وبنفس المعدل، لان ده بروبوشنال، يعني تناسب ايه؟ طردي. طيب تعالى كده شوف معايا الرسمه دي ونتامل معاها مع الرسمة بالراحة كده. زي ما انت شايف موجة مكتوب عليها فاست، وموجة مكتوب عليها سلو. واضح ان ده شعاع مثلا انتقل من وسط زي الهواء الى وسط زي الماء. طبعا يا اولاد يعني من ضمن الحاجات الجميلة اللي عايزكم تتقنوها، يعني اسمع المثل اللي هقوله لك ده وركز فيه كويس. لو انا بجري على الاسفلت، سرعتي كبيره وبجري بجري بجري، شويه قابلتني موكب معدي فرح اي حاجه، فلقيت ان الدنيا زحمه، فمشيت في وسط الفرح وسرعتي قلت. هو السؤال بقى، انا سرعتي قلت ليه؟ ببساطه السرعه قلت علشان التصادم اللي ما بيني وما بين الناس اللي قاعدين جاهل الفرح. فانا هنا لما كنت في الهواء، الضوء ماشي في الهواء، جزيئات الهواء لا تعيق حركة الضوء، موجات الضوء للموجات الكهرومغناطيسية بنسبة تذكر. يعني كأن سرعته في الفراغ هي نفسها سرعته في الهواء، كأنها
الاختلاف ضئيل لا يذكر. طيب جينا انتقلنا الى الميه، الميه فيها جزيئات، هذه الجزيئات جزيئات متماسكه فبتبدا تعيق حركه الضوء، حركه الموجات الضوئيه، حركه الموجات الكهرومغناطيسيه، فعشان كده بتتحرك بسرعه اقل. فلما تتحرك بسرعه اقل يعني اصبحت سرعتها قليله قوي، بقينا بنتكلم في حاجه اسمها انكسار هندرسها في الفصل اللي بعده. لكن في حاجه، هل مصدر الموجه اتغير؟ لا، عشان كده الفريكوانسي هنا ثابت او النيو ثابته، لكن في الفاست اللي هو السرعه الكبيره كان طول الموج قليل كبير، وفي السرعه القليله طول الموج قليل. شوف هنا طول الموج اهو، طول الموج الصغير. تعال نشوف سؤال بيقول اذا انتقلت موجه من الوسط اكس الى الوسط واي فقلت سرعتها بمقدار الربع. انت بتتكلم بمقدار ايه؟ الربع. بمقدار الربع يعني هي كانت واحد صحيح نقص ربع بقى ثلاث ارباع، ادي بمقدار الربع. فما يحدث للتردد؟ طيب هو التردد ثابت لان الموجه نفسها واحده، هي نفسها ما اتغيرتش، انتقلت مصدرها ثابت، وبالتالي طالما يا جماعه ما قاليش ان تم تغيير المصدر الموجه خلاص. بس في سؤال كانت الطلبه اثروه وكنا بنحاول ان احنا نعرج عليه كده، ايه هو؟ بيقول لي في سؤال من الاسئله اذا امسكت بطرف حبل وبدات تقوم بزياده سرعه الاهتزاز ماذا يحدث للطول الموجي؟ واحد، هو انا انت بهز الحبل بشكل ده عدد اهتزازات اكتر في الثانيه، يعني كده انا زودت تردد والوسط ما اتغيرش اللي هو ايه؟ اللي هو الحبل. فالسرعه هنا خدعني في اللفظ، لما اهز الحبل بسرعه معدلها اكبر ده عدد اهتزازات اكتر خلال زمن معين. يبقى كده التردد اللي زاد وطول الموجة قل والوسط اللي هو الحبل اللي عندي ثابت ايه زي ما هو، فالسرعة ثابت. السؤال يعني هنا لما يقول لي اذا صرت تقوم بزيادة سرعة الاهتزاز، سرعة الاهتزاز مش سرعة انتشار الموجة، انا عايز افرق للطلبة كلها والحبايبنا ما بين الالفاظ عشان خاطر ما يخدعنيش. سرعة انتشار الموجة يعني سرعة انتقال الاضطراب من المصدر عبر الوسط، وبالتالي التردد ثابت، يبقى التردد ثابت. طب والفي والنيو؟ طالما ان اللمضه هتبقى زي الايه؟ هيبقى زي الفي، يبقى طولها الموجي يقل بمقدار الايه؟ الربع. انتشار موجتين في نفس الوسط، نفس الوسط يبقى نفس السرعه. سرعه انتشار الموجه ثابت تتوقف على طبيعه الوسط، الطول الموجي عكسي مع التردد ليه؟ ما انت لما بتقول ان الفي دي ثابت ايه اللي يحصل؟ يبقى النيو اللامدا عكسي، وبالتالي يبقى نيو 1 على نيو 2 بتساوي لامدا 2 على لامدا 1. تعال نشوف سؤال، سرعه انتشار الموجه المنتشر في وسط معين يحددها طول الموجه ولا المصدر ولا طبيعه الوسط ولا تردد الموجه؟ طبيعي انه هيكون طبيعه الوسط. موجتان اكس وواي تنتشران في الهواء، اذا كان تردد اكس اكبر من تردد واي فان الموجه اكس، هما الاثنين ينتشروا فين؟ في الهواء. فتردد اكس اكبر يبقى طولها الموجه اقل، طبعا لان السرعه ثابته عشان في الهواء، يبقى العلاقه هنا علاقه عكسيه. يعني ايه يا مستر علاقه عكسيه عشان برضه اكون فاهم؟ بصوا يا جماعه، في ناس بتتلخبط ما بين العلاقه العكسيه والعلاقه التناقصيه. لو قلت نيو مع اللامدا، ولو قلت نيو مع واحد على لامدا، هل العلاقه ما بين النيو واللامدا تبقى كده؟ لا يا مستر مش كده، ما تبقاش كده.
امال تبقى ازاي؟ لا دي كده غلط، والصح تبقى كده الكيرف اهو، ده كده اسمه تناسب ايه؟ عكسي. انما دي التله التناقصيه. طب لو اعيد الجراف بتاعي ما بين النيو الواحد على لامدا، ده يبقى خط مستقيم امتداده يمر بنقطه الاصل. وفي الحاله دي نيو على واحد على لامدا اللي هي فيه اللي هو السلوب بتاعي الميل يساوي الحاجه الثابته اللي عندي، فطبيعي جدا ان زياده النيو يقل اللامدا، وبالتالي طولها الموجة اقل. موجتان ان وام تنتشران في نفس الوسط، او اقل في نفس الايه؟ الوسط. اذا كانت طول الموج للموجة ام اكبر من ان، فان الموجة ام يكون هي الفي بتساوي لامدا على تي، يعني اللامدا بتساوي تي في. ايه العلاقه ما بين قال السرعه ثابته بين اللامدا؟ دايما يا ولاد على فكره اللامدا والتي علاقه طرديه مع بعض دائما، الا ان يكون التردد او ثابت، يعني اللي هو نظام انتقلت موجه بين وسطين. انما لو موجات وبتقارن على طول ليه؟ لان اللامدا والنيو عكسي، يبقى مع التي طرد، وبالتالي هيكون زمانها الدوري اكبر. موجتان تنتشران في الهواء، النسبه بين تردديهما. تعال كده قال لي في الهواء، في الهواء يعني سرعه ثابته، وبالتالي قال لك بقى ده النسبة بين تردديهما، النسبة بين سرعتي انتشارهما. الكلام ده كله كلام يعني عادي جدا جدا جدا، مفيش فيه أي مشكلة. استكمالا للحصة، موجتان تنتشران في الهواء، النسبة بين تردديهما 5 إلى 2، فإن النسبة بين سرعة انتشارهما. طبعا لما يقول لي في الهواء، في الهواء هنا يعني السرعة ثابتة، يبقى يا أستاذ لأن الوسط ثابت يبقى هو بيخدعني بقصة تردديهما دي، تمام؟ يعني ممكن يقول لي نسبة بين زمنيهما الدوريين، يقول لي نيو واحد على نيو اتنين، تي واحد على تي اتنين، ويديني أي رقم، هو كده بيخدعني، تمام؟ موجتان تنتشران في الهواء، فإن النسبة بين تردديهما، طبعا انتشاران في الهواء يبقى سرعة ثابتة، النسبة بين تردديهما لو قلنا نيو 1 على نيو 2 5 على 2، عايز النسبة بين الطول الموجي، طبعا السرعة ثابتة، يبقى النسبة بين الطول الموجي طالما إن السرعة ثابتة يبقى النسبة بين النيو واللامدا ديت نسبة عكسية، وبالتالي لامدا 1 على 2 بتساوي نيو 2 على 1، يبقى 2 على 5. يعني قلبت النسبة اللي فوق. يعني بمجرد ما تشوف كلمة تنتشران في الهواء أو تنتشران في نفس الوسط، الألفاظ ديت يبقى على طول النسبة بين الطول الموجي للأشياء ديت بيبقى النسبة بينهم 1 إلى، يعني في فرق بين النسبة بين السرعات، لا السرعة ثابتة يبقى النسبة 1 لـ1، والنسبة ما بين الأطوال الموجية، الأطوال الموجية يبقى عكس مع التردد. موضوع الفرق يا أولاد، في موجتان تنتشران بحيث يبقى بينهم فرق في الطول الموجي، وفي موجتان تنتشران بحيث يكون بينهم فرق زمني. تعالوا نشوف ديت ونشوف دي. دلتا لامدا عبارة عن لامدا 2 ناقص لامدا 1، دلتا لامدا بتساوي في على ميو 2 ناقص في على ميو 1. ليه؟ ما انت عارف ان اللامدا بتساوي في على نيو، الدلتا لامدا بتساوي في عامل مشترك 1 على ميو 2 ناقص 1 على ميو 1، ده التردد الاقل، ده التردد الاكبر. ليه؟ ما انت هتطرح الكبير ناقص الصغير، طبيعي ان عشان تاخد التردد الكبير يبقى لازم تاخد الطول الموجي الايه؟ الاصغر، ولو عايز التردد الاصغر يبقى يعني طبعا معروف ان كل ما المقام زاد كل ما الايه؟ القيمه بتقل. تعال على طول نخش نحل مساله نشوف ايه وضعها.
موجتان ترددهما 128 و320 تنتشران في الهواء بسرعة 320 متر على الثانية. احسب الفرق في الطول الموجي لهما. عايز فرق الطول الموجي. النيو 1 والنيو 2 320 هرتز ودي 128. بيقول لي تنتشران في الهواء. طبعا يا اولاد انا عايز اقول لكم على معلومة. احيانا نلاقي لفظ موجود في المسألة يقول لي موجتان مثلا ترددهما كذا وكذا على الترتيب، يعني دي تردد الموجة الأولى ودي تردد الموجة الثانية. بس هنا هو ما قاليش على الترتيب ولا اداني أسمائهم مثلا نيو واحد واثنين ولا ليه؟ أصل أنت كطالب المفترض تعرف ما يلي. الموجة اللي هيبقى ترددها أقل هيبقى طولها الموجة أعلى. قول لي احسب الفرق في الطول الموجي. المسألة دي ممكن تتحل بسهولة بس احنا هنطبق لها القانون. ايه هي تتحل بسهولة؟ هو انت لو طلعت الطول الموجي الاولى وطلعت الطول الموجي الثانية ونقصته من بعض هيجرى حاجة؟ لا. وممكن تطبق القانون علشان نختبر مدى صحته. تعالى كده، ادي الفي عندك، طلع هو عايز دلتا رد. طبعا نقدر نطبق القانون اهو، 320 واحد على 128 ناقص واحد على، او هتقول 320 على 128 الاول لوحدها و320 على 320 بعد كده، يطلع الفرق بينهم متر ونص، واحد ونص متر. طبعا ما كانش فيه داعي ان احنا نطبق العلاقه مدمجه زي ما احنا شايفينها كده، لان السرعه والتردد الاولاني عندي طبعا 320 على 128 هتطلع فيها 2.5. ماشي؟ طيب و 320 على 320 في الواحد يبقى 1.5 ناقص 2.5 ناقص 1 ب 1 وايه؟ ونص. تمام. موجتان بينهما فاصل زمني. ايه حكايه الموجات اللي بينها فاصل زمني؟ في انواع من الموجات بتنتشر خلال وسط، وممكن يبقى اكتر من موجه على فكره، ومش شرط يكونوا من نفس النوع. يعني ممكن يعني مثلا موجات الزلزال بيبص موجات يعني بطريقتين، موجات اسرع من بعضها، واحده مثلا طوليه والتانيه ايه مستعرضه. ماشي؟ فطبعا الموجات اللي بينها فاصل زمني دلتا تي بتساوي تي 2 ناقص تي 1. طب تمام، قول ان التي بتساوي اكس على في. يعني دلتا تي بتساوي اكس واحد على في 2 ناقص واحد على في 1، بس دي الاقل ودي الايه؟ الاكبر. تمام؟ الاقل ودي الاكبر. تعال نشوف سؤال الزلزال. يصدر زلزال نوعين من الامواج. سرعة الاولى 6000 متر على الثانية، سرعة الثانية 5000 متر على الثانية. ما هو بعد المركز عن محطة الرصد؟ عايز بعد المركز عن محطة الرصد. يعني لو في زلزال حصل حتى في قاع البحر وأنا رصدته، أقدر إن أنا أرصد هو بعيد عني بقد ايه، بمقدار كام. تمام. طيب الفترة الزمنية اللي رصدها كام دقيقة؟ تعال نشوف الحل هيبقى ازاي. تعال نطلع المعطيات. واحد، هو انت عندك سرعة الموجة الأولى مش في 1 هكتبها 6000؟ تمام. هو انا لو جبت ال V2 مش 5000؟ تمام. هو انا لو قلت ال X مطلوب مفيش اي مشكلة، بس الفاصل الزمن عندي 60 ثانية. تمام. تعالوا نشوف الدلتا تي بتساوي. دلتا تي بتساوي X واحد على V2 ناقص واحد. هو احنا مش كنا ممكن نعملها يا مستر بعد المركز، يعني نعملها زي ما عملنا المرة اللي فاتت معاك سرعة وزمن
وسرعة وزمن. لا ده ده الفاصل الزمني، لما يكون طالب الفاصل الزمني ممكن تعوض عادي، ممكن تجيب اكس على في 2 واكس على في 1 وتعوض، انما ديت لا. ليه؟ لان دولت معادلتين، خلاص الفي هنا مختلف. يبقى ال 60 بتساوي اكس 1 على 5000 ناقص 1 على ايه؟ على 6000. طب السؤال بقى، هو انت كتبت 1 على 5000 ناقص 1 على 6000 ديت، اشمعنى 1 على 5000؟ لانها القيمه الاكبر، قلنا كلما نقص المقام زادت القيمه الكليه. يبقى يا استاذ هيبقى الاختيار رقم ا، حركنا العلامه، وبالتالي 1 فاصلة 8 في 10 6. ابنائي وبناتي الطلاب الاعزاء، طبعا عايز اقول لكم على كام حاجه قبل ما ننهي حصة. موضوع سرعة انتشار الموجة قلنا فيه مجموعة من الأفكار. الفكرة الأولى، لو انتشرت يعني انتقلت موجة بين وسطين، في الحالة دي السرعة ثابتة. مهما قال لك النسبة بين الترددين، النسبة بين مش عارف كذا كذا، خلي بالك بقى، يبقى أنت لازم تلاحظ الفرق ما بين جملتين هنقولهم. واحد، هي موجة انتقلت بين وسطين ولا موجتين في نفس الوسط؟ لو موجتين أو أكتر في نفس الوسط يبقى معروفة إن السرعة ثابتة، عشان السرعة بتتوقف على الوسط. أما لو انتقلت موجة بين وسطين، لو انتقلت موجة بين وسطين التردد ثابت، السرعة اتغيرت، الطول الموجة اتغير، الزمن الدوري ثابت. طب معلش يا مستر، ممكن تيجي لي على شكل أمثلة إزاي؟ لو قال لي مثلا انتقلت موجة الضوء من الهواء إلى الماء، من الهواء إلى الزجاج، من الماء إلى الزجاج، من الزجاج إلى الماء، من الهواء إلى الحديد. هلا هي في موجة بتتنقل عبر الحديد؟ آه طبعا، أمال إيه؟ طيب نقلنا السرعة. السؤال هو السرعة هتتغير والطول الموجي؟ نعم. التردد والزمن الدوري ثابتين؟ نعم. وهنا دايما نقول العلاقة بين الفي واللامدا في الحالة دي علاقة طردية، علاقة طردية. طيب بالنسبة للعلاقة بين إذا اهتزت مكتم في نفس الوسط وكانت الفي ثابتة، يبقى العلاقة بين اللامدا والنيو هي العلاقة الإيه؟ الثابتة. هي العلاقة الثابتة يا استاذ، يعني اقول النيو بتساوي في على لندن في ثابت، والعلاقه العكسيه، ولو قلبها مع المطلوب يبقى علاقه ايه؟ طرديه. طب الحته بقى بتاعت الفاصل الزمني اللي والفرق في الطول الموجي، دايما حكايه الفاصل الزمني والفرق في الطول الموجي لازم يبقى عندي موجتين بيتحركوا. الموجتين بقى اللي بينتشروا دولت يا استاذ، الموجه الاولى والموجه الثانيه، ممكن يكون المطلوب او المعطى عندي الفرق في الطول الموجي، وممكن يكون المطلوب او الفاصل الزمني، بس لك ان انت تتخيل مجموعة من الامور. ايه هي؟ الامر الاول هو انا بنقل موجة وموجة تانية في نفس الوسط، مش انت بتقول بيبقى لهم نفس السرعة؟ لو كانوا من نفس النوع، انما دي موجات نوع مختلف. اديني مثل عشان افهم. دلوقتي لو حصل ان السحب بعد اثناء المطر، يعني سمعنا صوت الرعد وكنا شفنا قبلها ضوء البرق، هل موجة الرعد وموجة البرق موجتين من نفس النوع؟ لا. طب هل بينتشروا في المسافة ما بين السحب لغايه الارض؟ نعم، يعني قطعوا نفس المسافه بس مش في نفس الزمن. ليه؟ لان في موجه اسرع من الثانيه. موجه اسرع من الثانيه ازاي؟ طبعا موجه الضوء سريعه 300 في 10 6 يعني 300 مليون متر على السنه، يعني 300 الف كيلو متر على السنه، انما الصوت سرعته بسيطه 340 متر على السنه. طبيعي يا اولاد، يعني المساله اللي معانا بيقول لنا يعني يصدر زلزال نوعين من الموجات، يصدر زلزال
نوعين من الامواج، سرعه الاولى 6000 وسرعه الموجه الثانيه كام؟ نبص على المثل ده مره ثانيه وبقى ونحله كده مع بعض. انا لو جات لي سرعه الموجه الاولى اهي ده في، وادي سرعه الموجه الثانيه ادي في، هكتب على ده في 1 ودي في 2، ما تفرقش معايا ان انا كاتب في 1 ولا في 2 او في او في بي، لا ما تفرقش. هو عايز البعد، كلمه البعد بعد المركز ده يا استاذ ايه؟ ايه البعد بتاع المركز؟ بعد المركز يعني المسافه من المركز اللي هو مركز الزلزال لغايه محطه الايه؟ الرصد. سجلت الموجتين وبينهما دقيقة واحدة. دقيقة واحدة يعني ايه؟ يعني ده الدلتا تي، فروحنا جايين واخدين الدلتا تي اهي. طيب يا استاذ يعني 60 ثانية، قلنا الدلتا تي واحد على، طب الاكس مطلوبة وواحد على 5000 نصها على 6000، نعمل ال 18000. تعال نحرك العلامة كده اهو، يبقى بتساوي، هنحرك العلامة هنا هيبقى 1.8 ونعد الأصفار مع بعض، أدي 0 2 3 4 5 6، يبقى في 10 أس كام؟ أس 6. يبقى نتيجة المسألة ديت 1.8 في 10 أس 6. أبنائي وبنات الطلاب، الحصة ديت من أهم الحصص وأقواها على الإطلاق، اتعلمنا فيها مجموعة من المفاهيم وهي كيف يحسب العلماء سرعة انتشار الموجة بحساب المسافة على الزمن، كيف يمكن استخدام مفهوم السرعة أثناء انتشار الموجات، والحتة دي مهمة في انتشار موجتين في نفس الوسط أو انتقال موجة بين وسطين، إزاي تطبق انتشار موجتين بينهم فاصل زمني أو موجتين يديك الفرق بينهم في الطول الموجي. استعرضنا مع بعض مجموعة كبيرة من الأسئلة، 14 مسألة وسؤال من امتحانات سابقة أو من إنتاج المركز القومي، أسئلة كلها بتعالج نواتج التعلم. الحصة الجاية إن شاء الله هنبدأ الفصل الجديد اللي هو انعكاس الضوء وانكسار، خاص الضوء بشكل عام. بإذنك يا رب حصة الانعكاس الحصة اللي جاية، الحصة اللي بعدها الانكسار، كده ان شاء الله ماشيين بالمنهج بشكل كويس، هيبقى في عندنا فرصة كويسة جدا للمراجعة. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.